المفروض الشرقيه ملهاش رز، صح؟ جميل. فلما احنا وزعنا المكابس ما كناش عاملين حسابنا في الشرقيه كتير، لانها المفروض ما تزرعش رز. زرعت رز، بقى عندي مشكله. انا ببدا احاول اشوف الجامعات الاهليه تقدر ولا ما تقدرش. اذا قدرت يبقى من السنه الجايه وعندي بقى سنه اجيب لهم اللي هم عايزينهم وامرنهم كويس. عشان كده انا جايب النهارده الاسمنت معايا كويس، علشان يشوف الجمعيه، وعشان اذا كنا نقدر نمرنهم بعد كده، وبدل الجمعيه لمسه خير تكون عندنا لمسات خير، تكون عندنا كذا جمعيه كويس. فاحنا بنشوف دلوقتي يا جماعه، يا جماعه هذا مشروع تجريبي، فكره بنشوفها تنفع ولا ما تنفعش. فالاول شفنا تنفع بالظروف اللي موجوده فيها ولا عايزه دعم. ايه هو الدعم؟ يعني ايه هو الدعم كويس؟ هقعد انا في مكتبي في الوزاره واقعد اخطط الدعم؟ فقلنا ان ادي جمعيه تحاول تحل المشكله بالامكانيات الموجوده، طلع الامكانيات مش وحشه، يبقى عايزه كذا وكذا وكذا. يبقى السنه الجايه عندي اهو 10 اشهر احضر لهم كل حاجته كويس. فانا عايز، انا عايز اعرف كل المشاكل بتاعت التجربه دي. اذا نفعت عممناها، اذا ما نفعتش عندنا كذا بديل تاني شغالين فيه. بس فانا بحل المشكله، بس بدل ما بحلها على المكتب بحلها. يلا بابا، يلا بابا عدي يا بابا، ما تقفش قدامه. كويس. فانا هسمع ايه هو يجي يضربه. خلاص نغمض عينينا، نغمض عينينا ونقول ان هنا مفيش رز. زرع غمض عينيك كده وقول ايه، انا بحلم مفيش رز عندنا. بس عندنا من خلال العمل. افرض انا حضرتك عشان اشكرها لك. ما شاء ويقول لنا المكان اللي عايزه مواصفات ايه؟ شوف مواصفات حضرتك. تمام. واحنا نشوف المواصفات دي. I'm gonna have to.